بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. ظاهرة لفتت انتباهي منذ بدأت التعلم، ومنذ قرأت الكتب، ومنذ بدأت أرد على الفرق الضالة، وجدت أشياء غريبة. الشيعة عندهم ضعف هائل في الرواية، وهذا ظاهر جدا، وهي ثغرة واضحة عند الشيعة، ولكن يهتمون بالمعقولات وبالمنطق والحكمة، هذا حق، وربما ليعوضوا ذلك النقص الذي عندهم في الأثر. وجدت المعتزلة، يعني يشبهون الشيعة في هذا، ولكن وجدت المعتزلة والشيعة معا يهتمون باللغة العربية كثيرا ويولونها عناية هائلة. الشيعة شئت أم أبيت عندهم أدباء وشعراء من الطراز الأول، الشريف الرضي والشريف المرتضى، واهتمام الشيعة منذ نعومة أظفارهم بنهج البلاغة، منذ نعومة أظفارهم يحفظون هذه الكتب، ينمون في أتباعهم الملكة اللغوية. أنا لا أتكلم عن حق وباطل، أتكلم عن ظاهرة. وجدت المعتزلة يهتمون كثيرا باللغة، نحوا وصرفا وفقه لغة ودلالات. وجدنا عباد الصيمري يتكلم في العلاقة بين الدال والمدلول، وجدنا أبا علي الفارسي، وجدناه يقعد قواعد دقيقة جدا في علوم اللغة، وجدنا تلميذه بن جني يتم ما بدأه شيخه، وكلهم من المعتزلة. وجدنا الجاحظ المرجع الأول في الأدب لكل المسلمين بشتى فرقهم، من أهم كتب الأدب التي صنفت في الدنيا كتب الجاحظ، وهو معتزلي وعنده شطط في مسائل كثيرة. وجدنا الأشعرية وهم أهل السنة والجماعة يأخذون جميع تراث المعتزلة والشيعة اللغوي ويستثمرونه لنصرة الحق. الزمخشري في اللغة إمام كبير وذواق للغة وداهية من دواهي اللغة، فسر كتاب الله تعالى. جاء الأشعرية على هذا الكتاب ففصلوه تفصيلا، فندوه تفنيدا، ردوا على كل باطل من باطله، لخصوه مرة ومرة أخرى، أضافوا إلى الملخص، شرحوا الملخص، أخذوا زبدته. قبل هذا تجد عبد القاهر الجرجاني يقعد علم البلاغة بتقعيد لا مثيل له، ثم تنزل في البلاغة إلى السكاكي، وما أدراك ما السكاكي، إلى أن تصل إلى الإمام السيوطي، فتجد نموذجا آخر يهتم بالبلاغة ولكن يجردها من أشياء معينة اقتضتها مرحلة معينة في زمان معين. ثم يؤلف المزهر السيوطي، بعد السيوطي
طبعا الحقيقة يعني يعني أنا ما راعيت الترتيب الزمني بشكل دقيق. طبعا هناك كثير بين هؤلاء يعني قبل السيوطي في أئمة كبار، لكن الفيروزابادي مثلا، ابن منظور مثلا، كل هؤلاء يعني قبل. جاء السيوطي يؤلف المزهر في علوم اللغة ويقوم بعرض نظرية لغوية كاملة متكاملة. يأتي بعد السيوطي الإمام الزبيدي، المرتضى الزبيدي، والشهاب الخفاجي، وعبد القادر البغدادي. كل واحد من هؤلاء عنده إبداع عجيب في مجال معين. هذا البناء اللغوي الهائل للأشعرية كله أخذوا تراث المعتزلة كاملا، وتراث الشيعة، وتراث الجميع، وغربلوه ونقي تنقية تامة. تجد أئمة عظاما يقولون هذا قاله ابن جني وسببه نزعته الاعتزالية والصحيح كذا وكذا. تجد ابن هشام يقول ماذا؟ يقول هذا خلافا للزمخشري في كشافه، وخلافا له في المفصل، في شرح المفصل، يتعقبونه على مستوى الكلمة. العلم يبني ولا يلغي البناء السابق، إذا في أخطاء يتجاوزها. يوازي هذه الثروة اللغوية الهائلة، يوازيها روايات وأسانيد إلى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواية السنة ودراية السنة بأيدي هؤلاء. يجلس الحافظ اليونيني على يد الإمام محمد بن مالك. من محمد بن مالك؟ محمد بن مالك صاحب الألفية، قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك. طبعا الفكرة ابن مالك حلقة مسبوقة بحلقات أشعرية، من قبله ابن معطي. ماذا قال ابن معطي؟ هذا ابن مالك ماذا يقول؟ وأستعين الله في ألفية مقاصد النحوي بها محوية، إلى أن يقول ماذا؟ فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. قبل أن يقول هذا، وهذه قصة طرافة يعني نرويها بالإسناد إلى الإمام ابن مالك رحمه الله، قبل أن يقول ذلك قال فائقة ألفية ابن معطي، ونام الشيخ ابن مالك رحمه الله، هذا الإمام الأشعري العظيم، نام فرأى في الرؤيا يقول ابن معطي يقول له فائقة بألف بيتي والحي يسبق ألف ميتي، هكذا يقول له. قال أنا ما قلت هذا. قال لك لكنك ستقوله. إيش فائقة ألفية ابن معطي؟ لأني مت هكذا خلاص. فاستيقظ رحمه الله فقال وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. حلقات متواصلة بالعلم، علوم اللغة المتينة بأيدي هؤلاء القوم، أخذوا قوة المعتزلة في الاستدلال العقلي وحذفوا باطلهم المخالف للنصوص، أخذوا تراث المعتزلة اللغوي كاملا ونقحوه من باطله وفاسده، وصيغ بنظرية جديدة خالية من الباطل. سؤال الحشوي هذا الذي يقول لك كتاب وسنة بفقم فهم السلف، إذ ليس عندك واحد من أئمة اللغة حشوي، واحدة من هؤلاء الحشوية الذي يقول بتلك الخرافات التي تقولونها، لا يوجد. طيب إذن أهل اللغة، اللغة خارج سيطرتكم أيها الوهابية، الرواية خارج سيطرتكم، أصول الفقه وهي مناهج الاستنباط والفهم خارج سيطرتكم، فكيف تقولون نحن نتبع الكتاب والسنة ونجتهد في فهم الكتاب والسنة؟ بأي طريقة تجتهدون؟ بطريقة الجرجاني والسيوطي وطريقة ابن مالك؟ هؤلاء محرفة يا أخي، أشاعرة هؤلاء، مؤولة، ربما
يغشوكم في هذا، فأنتم تعتمدون عليهم في فهم كلام العرب وفي الاجتهاد في الكتاب والسنة. نسينا أبا حيان، هذا فقيه اللغة الممتاز، هذا ليس يعني في علوم العربية، صنف في لسان الحبشة وفي لسان الروم وفي لسان الفرس وفي لسان الترك، يعني هذا جامع لغات، هذا إمام من أئمة اللغة. وهذا سبب هجره لابن تيمية، هو طعن ابن تيمية في الإمام سيبويه. فكيف يزعمون أنهم يفهمون الكتاب والسنة؟ الحشوية لا علاقة لهم باللغة، اللغة يعني مجازات وحقائق وكنايات وأشياء من هذا، هم في غنى عن القصة هذه. إذن يا أخي، هذه ظاهرة مهمة جدا، أن علوم اللغة بأيدي أهل السنة والجماعة الأشعرية، وأن الطائفة الحشوية لا علاقة لهم باللغة من قريب ولا من بعيد، فليس لهم أن يرفعوا رؤوسهم علينا في هذا الباب. فهم الكتاب والسنة إذا ما أرادوه فليرجعوا إلينا، وهم يفعلون ذلك وإن موهوا وشوهوا. ما في واحد من هؤلاء يعني ذهبوا إلى الشوكاني قالوا له يا شوكاني نريد أن تصنف لنا في شرح البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح الباري، فضلا عن العيني، فضلا عن القسطلاني إلى آخره. فعلوم اللغة بأيدي الأشعرية، ولن تستطيع أن تفهم لغة العرب، هم مساكين وهابية كلهم يحفظون، أو مو كلهم، بعضهم من يختص باللغة يحفظ ألفية ابن مالك ويتباهى بها على قومه، ما هو هذا أشعري يا بابا، أنت تحفظ علوم الأشعرية هذه؟ أي نعم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.